سلام، أهلا بتونس. 3 شهور و10 أيام والكونتوري ماركي، والأحداث تتسارع والمفاجآت تتراكم، وكل يوم يثبت أن تونس أقوى من الإرهاب، وأقوى من اللي يتأمروا في الظلام، وأقوى من نتفليكس. زاد تحب نعطيك العناوين؟ تفضل. أما لحظة برك، عناوين اليوم ما يمشيش معاهم الجينجل متاع علي. لا لا سيف، بربي أعطينا الجينجل يمشي مع المود. صحيت، هذا هو. في جريدة الأخبار، اكتشاف نفق سري يؤدي إلى منزل سفير فرنسا في المرسى. تسمع، قالك نفق سري يهز طول لدار السفير. تخرج في الكوجينة نورمالمون، تلقى السفير والسفيرة قدامك يأكلوا فيك خوك مسيو ولا خوك مدام. جندروا كلامكم وماكلتكم يعيشكم. في لابخيس، ديكوفيرت دان تونيل ا 50 متر دو لا ريزيدونس دو فرانس على مخسا. اتون ايفيتي لو بير، اكتشاف نفق على بعد 50 متر من إقامة سفير فرنسا في المرسى. هل تجنبنا الأسوأ؟ والصباح ما حبوش يسمعوا الكلام، هيا وجابوا خبير أمني، وراني وصيتهم البارح. أسمع الفن. خبير أمني وعسكري للصباح، استهداف منزل السفير الفرنسي هدفه ضرب العلاقات مع تونس. سيه طيح الهدف هو، وعمل لهم تيرادة على حفر الأنفاق في ثقافة الإرهابيين القتالية، ومشى لأفغانستان، وتعدى للساحل الإفريقي عبر سوريا والعراق، وعمل دعسة على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وقال لهم من الآخر هذو ما يحبوا يبلبزوا العلاقات المتطورة بين تونس وفرنسا. يا ودي جابلنا البحث الكل، روح الزبدة في تسكي أنفاق، وأنا نقرأ ونصلي على النبي. به كملنا العناوين. أش قولك نروحوا مع بعضنا ديقة لعالم الواقع؟ الله غالب الواقع ما هوش سيكسي كما نتفليكس، أما حكايته صحاح. أولا، النفق ما يوصلش جملة لدار السفير، بعيد 50 متر عليها، وبالطبيعة طوله بعيد كل البعد عن 300 و 270 متر اللي داروا في الميديا. على ما يبدو الزملاء قتلوها فرجة في التشابو في الويكاند. الفيديو اللي هبطتها الرئاسة تورينا حاجتي، فما شبه نفق طوله ماكسيموم 2 متر، وفما حفرة صغيرة، والله حفرة داير مطيشين فيها الزبلة. ثانيا، ما فما حتى معطى يقول اللي إقامة السفير كانت مستهدفة. الرئيس حكى على تدبير إجرامي مش إرهابي، والسفير بيدو قال إشاعات ما نعلقش عليها. تي حتى الشروق اللي مستنسة تقربحها بالفرقاعات اليوم تتسائل، بعد العثور على نفق قرب منزل سفير فرنسا بالمرسى، عملية إرهابية أم بحث عن الكنوز؟ أيش قولك كان تطلع بحث عن الكنوز؟ كيفاش تحس روحك وقتها تونس؟ وانت مهسترة بلاد كاملة، أمن وإعلام وفيسبوك، ومهبطة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على عين المكان في نص الليل. أش قولك كان تطلع مثلا التواليت متاعهم مكسرة، يخي حفروا نقرة، واحنا شنعنا الكل وهبطنا أعلى مسؤولية الدولة على خطرها. بو اللي ما يعرفش معناها نقرة يسأل بوه ولا جارو، أنا ما نفسرهاش في الكرونيك متاعي. أما أنديس، هذه ماهيش نتفليكس، هذه نتفليكس. والله متضامن معاك يا تونس على التحثويل اللي عاملينه فيك. كل شيء شلكوه، ثرواتنا طلعت ملح، ومافياتنا الترفك في الزبلة، وحتى كيلقينا نفق نسخيلوه في جو كاسا دي بابيل، يخي طلع عنا نقرأ.